مش انا اللي هنصحك في ليله الامتحان يعني، لكن هو بالتاكيد بالتاكيد بالوقت بالخبره وباعتباري انه على مدار سنين طويله، يعني من سنه احنا كنا ثانويه عامه سنه كام؟ 92 لو انا فاكر، 92، من 92 لحد دلوقتي احنا بنتكلم تقريبا في 32 سنه، خلال 32 سنه دول اكيد اقدر دلوقتي اقول لك تعمل ايه علشان خاطر تعرف تذاكر كويس. اهم حاجه بالنسبه لي انا لو سمحت نام بدري. مسألة الأوفرلودنج اللي بتتعمل دي عمره ما كان صح، عمره ما كان صح إن أنت تقعد تأوفرلود، تقعد تخزن 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 في معلومات وتسهر لحد الساعة 12 بالليل علشان أنا بكرة عندي امتحان. لو سمحت نام بدري، دي النصيحة اللي أقدر أقولها لك لحد دلوقتي. غير كده خلينا ناخد معانا على التليفون صديقي العزيز دكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور تامر. اهلا بك يا استاذ يوسف، وحشني قد الدنيا جدا حبيبي. والله وحشني كتير. كل سنه وانت طيب مقدما، وحضرتك طيب وكل مصر بخير ان شاء الله وابنائنا الطلاب بخير يا رب. قول لي يا دكتور تامر، الولاد يعملوا ايه في ليله الامتحان؟ طيب انا بقى لي فتره كتيره بنشر توعيه لاولياء الامور والطلاب على فترات متقطعه قبل الامتحان. طب ليله الامتحان الليله الاهم، ليله العيد بتاعت النهارده، هنعمل ايه؟ أيوه. زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البدايه، نام مبكر، اوعى تسهر، السهر ده اكتر حاجه مدمره للذاكره. تاني حاجه، الطالب يا فندم لازم يحط في دماغه ان نجاحه وتفوقه في الامتحان ما بتوقفش على اليومين دولت بس، لا بتوقف على شغله طول السنه، فبالتالي ما يعملش ستريس نفسي على نفسه كبير جدا انه اليومين دوت لو هو ما رجعش فيهم 100% زي ما حضرتك قلت كده يبقى هيسقط او هيحل وحش. لا يا فندم، انت هنا اديت ما عليك طول العام، يبقى ان شاء الله ربنا هيوفقك. ايه تاني؟ الطالب يحاول يبعد عن زمايله اللي دايما يبثوا فيه طاقات سلبيه، يقولوا الامتحان هيجي صعب، انا مش مذاكر، ده العمليه ضايعه مني، يا عم كبر دماغك، ده كله نوع من الكذب والهراء. الطلبه دول يا فندم هتلاقيهم يوم النتيجه جايبين درجات عاليه. عارفهم انا، العيال دي بتبقى عيال موس موس. ايوه حبيبي. ويقعد يقول لزمايله ايه بقى؟ احنا استحاله هنعدي. ايوه، وهو مقفل الامتحان بالظبط كده. والله يا استاذ يوسف يا ما شفنا واحنا جيل واحد. كمان يا فندم لازم الطالب يحط في دماغه ان الاحساس بالقلق ده احساس عادي، لو انت ما حسيتش بالقلق يبقى انت طالب مش مذاكر. طيب الاحساس بالقلق ده يا استاذ يوسف بينتهي في حالتين. الحاله الاولى، اول ما الطالب يخش الامتحان ويبدا يحل هيبدا ياخد ثقه بنفسه والقلق هيتلاشى. تاني حاله بتقلل القلق من الامتحانات هي توالي الامتحانات، دخل اول ماده، تاني ماده، ايه ده؟ ده العمليه اهي مش زي ما انا كنت متوقع، تالت ماده الى اخره، لغايه ما يخش هيلاقي نفسه داخل وان شاء الله ثقته بنفسه اكبر. كمان يا فندم الطالب بيجي له احساس وهمي بنسيان المعلومات، الاحساس ده قولا واحدا كاذبا. ليه يا فندم؟ اول حاجه ان الطالب هنا لما يجي يتذكر معلومات بيبقى عايز يتذكر معلومات المنهج كله، لكن في الامتحان، وده شيء طبعا مستحيل، لكن في الامتحان بيجي له سؤال في جزئيه صغيره. واقول لحضرتك بقى حاجه مختلف بقى، الجيل الحالي عن الجيل بتاعنا. دلوقتي وزاره التربيه والتعليم عامله حاجه ذكيه جدا، اللي هي اتاحت للطالب حاجه اسمها كتيب المفاهيم. الطالب هنا مش محتاج ان هو يحفظ كل مفاهيم الماده في الذاكره بتاعته قبل ما يخش الامتحان، لا انت هتخش هتلاقي كل المفاهيم الموجوده في اللغه العربيه او في التربيه الدينيه موجوده معاك في الكتاب، هتبص عليها وتشوف معنى المفهوم. المهم هنا ازاي تطبق المفهوم في حل المساله او السؤال بتاع الامتحان. ايه تاني يا استاذ يوسف؟ ده معناه انه كده الامتحان بيتعمل اختبارا للفهم والاستيعاب مش للدش والرص. عشان كده يا فندم احنا رفعنا مستوى الامتحانات من قياس الحفظ الى قياس الفهم والقدره على التطبيق، حتى لو هي اسئله اختيار من متعدد. ايه تاني؟ انا بنصح ابنائي الطلاب ان هم يذهبوا مبكرا للجان، يروح معالي الوزير سمح للطالب ان هو يخش قبليها مثلا ب 10 دقائق او ربع ساعه عشان يسجل بياناته، ويبدا من الساعه 9 يستثمر كل لحظه وكل دقيقه في حل الامتحان. صح. ودي حال صالحه. كمان لازم الطالب يتجنب المراجعه قبل الامتحان، ما يمشيش مثلا يا فندم للجنه ومعاه الورق وقاعد يقرا في الشقه، لا الساعه 7 الصبح خلاص انت انهي كل حاجه، روح الامتحان عادي جدا. طب رجعت من الامتحان اوعى تراجع، لو سمحت اوعى تراجع وركز على المواد اللي جايه، المراجعه دي مش هتجيب لك حاجه غير ان هي يمكن تحبطك. تمام؟ طيب انا معايا ورقه الاسئله، ابدا اول حاجه بحل الاسئله السهله بالنسبه لي، ليه السؤال صعب او انا شاكك في الاجابه بتاعته اجله اخش على اللي بعده.
احله اخش على اللي بعده وهكذا. خلي بالك يا حبيبي الطالب، حط في دماغك ان انت تحل كل الاسئله صح. هل دوت مستحيل؟ لا مش مستحيل، مع نظام الاختيار المتعدد يا استاذ يوسف يمكن الطالب يحل كل الاسئله صح ويجيب درجه نهائيه بسهوله جدا. طيب انا لقيت سؤال مش عارفه، ولا تقلق ولا يهمك، كلنا كل الطلبه اللي في مصر هيلاقوا المشكله دي. طبعا. طيب السؤال ده لو انت اجلته شويه وقعدت تحل اللي بعديه انت بتفكر فيه بشكل لا شعوري، وان شاء الله خلال الاجابات على الاسئله الثانيه هترجع له وتلاقي الاجابه بتاعته بقت قدامك. ما تحاولش وانت في اللجنه تقعد تشتت نفسك وتقعد تسال زمايلك ايه اجابه السؤال ده وايه اجابه السؤال ده. لا ركز انت هتحل افضل من زمايلك عشان انت ذاكرت وتعبت، وحط في دماغك زي ما قلت في البدايه ان ربنا بيحاسبك على جهدك طول السنه وليس بس على حلك في الامتحان. برضك في مناشده لابناء الطلاب، لو سمحت ما تاخدش اي وسيله اتصال معاك جوه اللجنه عشان ما تضيعش مستقبلك الا المحمول والا وسائل الاتصال، عشان ديت فيها عقوبه قاسيه قد تصل الى الحرمان من الامتحانات بل والسجن والغرامه كمان يا استاذ. صح. طيب انا هنا لازم اراجع الاجابات بالذات بتاعت البابل شيت قبل ما اسلم ورق الاجابه، احيانا بيحصل خداع بصري ويحصل ترحيل في الاجابات، فانت لما تراجع بتبقى واثق تماما ان اجاباتك في محلها. اخر حاجه بنصح بيها ابنائنا الطلاب في ليله الامتحان واثناء الامتحان، اللي انت اول ما تشوف زمايلك بيسلموا الورق مش لازم بقى تتحمي وانا هسلم انا كمان دول هيمشوا ويسيبوني، لا خليك لو سمحت لاخر الوقت يمكن يجي لك الهام اللي انت صح. في اجابه معينه صححها وسلم الورقه وروح بيتك مطمئن وان شاء الله تبقى النتيجه ممتازه. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور تامر شوقي الخبير التربوي واستاذ علم النفس بجامعه عين شمس.